السلام عليكم. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إن ساعدي القذافي والبغدادي المحمودي وعبد الله السنوسي وأبو زيد دوردة تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن الهضبة. وأوضحت المنظمة أن الانتهاكات تمثلت في عدم مقابلة المحامين على انفراد وعدم القدرة على استدعاء الشهود واستجوابهم وعدم السماح لهم بالكلام وترهيب المحامين من قبل جماعات مسلحة. غير أن مدير التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور وصف ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش بأنه كلام عار عن الصحة. وأضاف مدير التحقيقات بمكتب النائب العام أن النيابة العامة لم تتلقى أي شكاوى من محامي الدفاع بخصوص تعرضهم للتهديد، مشيرا إلى أنه تم تقديم جميع الطعون وستحدد المحكمة أو ستحدد المحكمة العليا موعدا للنظر في هذه الطعون قريبا. كما نفى مدير سجن الهضبة خالد الشريف تعرض البغدادي المحمودي وعبد الله السنوسي وأبو زيد دوردة للتعذيب أو سوء المعاملة داخل السجن. وأوضح الشريف لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المتهمين تمتعوا بحق الدفاع عن أنفسهم ومقابلة ذويهم، فضلا عن أن محاميهم تمكنوا من الدفاع عنهم. إذا مشاهدينا، نناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر الهاتف من نيروبيا الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش حنان صالح، عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس خالد الشريف مدير سجن الهضبة، عبر الهاتف من طرابلس مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، وعبر الهاتف من الخمس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد المنعم الحر. وأبدأ معك سيدة حنان، وباعتباركم ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في ليبيا، ما تعليقكم على التقرير الذي نشرته المنظمة اليوم والذي نقل شهادات عدد من رموز النظام السابق أكدوا فيها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة؟ نعم طبعا، مساء الخير واهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. طبعا حبيت في توضيح، اظن بدايه هو مهم جدا انه اذا قرات التقرير حضرتك سوف تري انه مزاعم التعذيب وسوء المعامله جاءت يعني هي من شخصين، وكان واضح جدا التقرير ان كانت هنالك مزاعم انتهاكات من قبل البغدادي المحمودي وايضا من قبل الساعد القذافي من قبل الشريط الذي نشر واكثر من الشريط الذي نشر، ولكن لم تكن هنالك مزاعم تعذيب من قبل الاشخاص الاخرين الذين نحن تكلمنا معهم. يعني هذا بدايه توضيح، واظن انه توضيح يعني اظن انه مهم جدا. هلا بالنسبه للوضع وبالنسبه لزياره المنظمه، طبعا هو يعني بداية وجدنا، وهذا الشيء هو مهم جدا أظن، أنه وجدنا انتهاكات خطيرة. نحن نعتبر أنها انتهاكات خطيرة من ناحية إجراءات التقاضي السليمة، وأنا أتكلم هنا عن طبعا محاكمة رموز النظام السابق ومن بينهم طبعا عبد الله السنوسي وأبو زيد دوردة والبغدادي المحمودي. نحن طبعا كمنظمة نعتبر وحسب المعايير الدولية أنه لم يكن هنالك السماح لمقابلة المحاميين على انفراد مع موكلين، هذه تعتبر يعني انتهاك للاجراءات التقاضي اللي تكلمت عنها. وايضا هنالك كان في اشكاليه في استدعاء الشهود واستجوابهم، وذلك بسبب الظروف الامنيه. كانت هنالك المحكمه يعني فرضت على المتهمين فقط باستدعاء شاهدين او ثلاث شهود، ولكن يعني بالاغلبيه لم ياتوا هؤلاء الشهود او لم يكن يعني لم تكن لهم الامكانيه بسبب الوضع الامني الذي يسود البلاد في الوقت الحالي. وجدنا طبعا من قبل ايضا من قبل المقابلات انه تم استخدام القوه اثناء التحقيق، وهذه المزاعم هي اتت من الاشخاص التي تكلمنا عنها يعني في التقرير، واظن ان التقرير كان واضح بذلك. وايضا كانت هنالك شكوات بعدم السماح للمتهمين بالكلام او الدفاع عن النفس. طيب يعني سيده حنان، يعني كيف يمكن للمنظمه التاكد من صحه الشهادات قبل عرضها للنشر، حتى ولو كانت الشهادات قد اعتمدت على اللقاءات المباشره؟ يعني شكرا لك. طبعا المنظمه لم تاتي بهذه الشهادات عبر الهاتف، ولم تاتي بهذه الشهادات عبر الفيسبوك او عبر اي وسائل اعلام. المنظمه ذهبت الى طرابلس و
وكان هنالك طبعا تعاون من قبل السيد النائب العام وايضا من قبل مكتب طبعا مكتب التحقيقات، مدير مكتب التحقيقات، وايضا حتى من مدير السجن قسم الهضبه كان هنالك يعني تعاون، وتم احترام معايير زياره منظمه هيومن رايتس واتش، ونحن طبعا مشكورين على ذلك. يعني هذا لم ياتي الكلام من 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 فاضي، عرفت كيف؟ يعني هذا الكلام اتى من قبل مقابلات مباشره مع هؤلاء المتهمين، مع هؤلاء الموقوفين. طبعا هذه ليست اول مقابله مع هؤلاء الموقوفين، ومنظمه هيومن رايتس واتش تتابع اوضاع سجن الهضبه منذ 2011 من اول فتح السجن طبعا، وايضا هي تتابع مع المحامين الذين هم مسؤولين او الذين هم يدافعون عن هؤلاء المتهمين. إذن نشكرك سيدة حنان طبعا على هذه المعلومات وعلى التوضيح، وإذن كنت معنا من نيروبيا الباحثة والمختصة بليبيا في منظمة هيومن رايتس واتش حنان صالح، شكرا مرة أخرى. ونكمل إذن الحلقة مع بقية ضيوفنا، وأنطلق معك سيدة الصور فيما بقي من هذه الحلقة. المنظمة نقلت شهادات عدد إذن من محامي الدفاع أكدوا فيها وجود انتهاكات للأجراءات القانونية، فهل يمكن أن تغير هذه الشهادات برأيكم مجرى المحاكمة، خاصة بعد إصدار أحكام بالإعدام والسجن في حق رموز النظام السابق؟ السلام عليكم بداية. وعليكم السلام. بداية لابد أن نوضح شيء مهم. أولا في التصريح الصادر عني لم أقول أن هذا الكلام عاري عن الصحة، قلت أن هي مزاعم وردت على لسان المتهمين الذين قامت المنظمة بزيارتهم بناء على إذن من مكتب النائب العام وقسم التحقيقات في مكتب النائب العام، وسمح لهم بالانفراد بهؤلاء المتهمين كما ورد في التقرير. تمكنت اللجنة التابعة للمنظمة من مقابلة كل متهم لمدة تتراوح من 45 دقيقة إلى ساعة، وهذا دليل على أن القضاء الليبي لا يوجد لديه شيء يخفيه، وأنه يسمح للمنظمات الدولية بزيارة المتهمين ومقابلتهم. المتهم من حقه أن يقول ما يريد، ولكن لا يمكن للمنظمة أن تؤكد وجود هذه المزاعم أو أن تؤكد صحة هذه الأقوال. هذا من جانب، لأن المتهمين ذكروا هذا الكلام أثناء دفاعهم في أمام المحاكمة. الكثير منهم ذكر بأنه تعرض للترهيب، تعرض للتهديد في دفاعه عن إقراره بالعديد من الوقائع. هذه الوقائع أو الادعاءات طرحت أمام المحكمة، المتهمين قدموا مذكرات مكتوبة في سابقة لا توجد في غيرها من المحاكمات، وهذا دليل حرص المحكمة على توفير المحاكمة العادلة والوصول إلى الحقيقة. المحكمة بإمكانها تكتفي بدفاع المحامي فقط، ولكنها سمحت للمتهمين بتقديم مذكرات، وأحدهم ذكر للمنظمة ذلك وورد في تقريرها أنه قدم مذكرة من 17 صفحة، وآخر ذكر بأنه تقدم بمذكرة ولكن السلطات أخذت منها نسخة، وهذا أمر اعتيادي كون أن السلطات تأخذ نسخة من هذه المذكرة التي قدمت للمحكمة، لأنها مقدمة للمحكمة، ليس هناك سرية في هذا الإجراء. نعم. المحكمة مكنت المتهمين من مقابلة دفاعهم، ومكنت المتهمين من استلام أوراق الاتهام وأدلة الإثبات وإبداء تعليقاتهم على تلك الأوراق، وبقوا أيام طوال وهم يكتبون ملاحظاتهم للمحامين وقدموها للمحامين. هذا الأمر لا يوجد في أي محكمة أخرى. هذا دليل على أن هذه المحكمة تريد الوصول إلى الحقيقة. كان بإمكان المحكمة تكتفي بزيارة. واضح واضح سيدة سورو، أعود معك إلى تفاصيل أخرى على أوراق. نعم أعود معك إلى تفاصيل أخرى حول هذا الملف بعد قليل. قبل ذلك سيدة الشريف، إذن هيومن رايتس واتش قالت إن المسجونين لم يقابلوا محاميهم على انفراد، ولم يسمح لهم بالكلام بحرية أثناء المحاكمات، ولم يسمح لهم بمقابلة أهلهم إلا نادرا، فما هو ردكم على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين. طبعا بالنسبه للتقرير الذي صدر اليوم عن منظمه هيومن رايتس واتش بخصوص المعامله التي تعرض بها الموقوفين الذين ذكر اسمائهم،
فهو فيه كثير من المغالطات وكثير من المعلومات غير الصحيحة. أولا بالنسبة للمحامين كانت لهم حرية الالتقاء بموكليهم والاستماع عليهم، وكذلك بالنسبة للمتهمين كانت لهم حرية أيضا الحديث في المحكمة والدفاع عن أنفسهم. وهذه المحاكمات الكل ويعلم أنها قد جرت تحت سمع وبصر العالم، ونقلت مباشرة على القنوات المحلية والقنوات الدولية. بالنسبة للزيارات العائلية وزيارة داويهم، طبعا الزيارات الشهرية موجودة لكل سجين في سجن الهضبة، وهذه المثبتة لدينا بالمستندات وبمواعيد الزيارة وبأسماء الزوار. وآخر أخبار الزيارات اليوم، مثلا الموقوف عبد الله السنوسي زارته ابنته من خارج ليبيا، وجاءت اليوم وقابلته وبقيت معه تقريبا الساعة في زيارة، وكانت قبل فترة وجيزة أيضا في زيارة له. وكذلك البغدادي المحمودي زارت أسرته من خارج ليبيا والتقت به، وهم يعلمون ذلك ويشهدون بذلك. كذلك الساعدي زاره أقرباؤه من داخل ليبيا، ودعونا حتى أسرته وأقاربه من خارج ليبيا، خاصة أبنائه أو بناته أو زوجته، لزيارته. فالزيارات مفتوحة لجميع السجناء في وفق ترتيبات أمنية معينة وفق جدول ومواعيد محددة. نعم واضح. وسيد الحر خلال لقائه بطبعا هيومن رايتس ووتش قال عبد الله السنوسي لهذه المنظمة إن اتفاق ليبيا مع موريتانيا لتسليمه شمل دفع مبالغ مالية كبيرة. في هذا السياق هل يمكن القول إنه تم الاستغناء عن الاتفاقيات الدولية لتسليم المطلوبين؟ نعم، وخاصة تحية لك وتحية للحضور الكرام والمشاهدين. تبقى دولة موريتانيا ودولة ليبيا دولتان غير موقعتان على اتفاقية اللاجئين 1951، لكن الأمور أخذت من جانب سياسي ومادي صرف. إذا ما تعلق الوضع فيما يتعلق بمسألة البغدادي الذي تم تسليمه من قبل تونس، وعبد الله السنوسي الذي تم تسليمه من قبل موريتانيا، لوجدنا هنالك اشكاليه. نعم، للدولتان غير موقعتان على اتفاقيه 51، ولكن كلا من موريتانيا وليبيا هي دولتان موقعتان على اتفاقيه 69 وهي للاجئين، وهي اتفاقيه اكثر واكثر شموليه من اتفاقيه 51، على الرغم من انها اتفاقيه اقليميه لا دوليه. لذلك تعتبر دولة موريتانيا انتهكت هذه الاتفاقية المتعلقة باللاجئين فيما تعرف باتفاقية 69، وخاصة بعدما أكدت العديد من المنظمات أن كلا من البغدادي وكلا من عبد الله السنوسي قد تعرض للتعذيب، وهذا انتهاك واضح وصريح للاتفاقية التي تعتبر ليبيا ملزمة بها ودولة موريتانيا أيضا ملزمة بها، وكلاهما يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام هذه الاتفاقية. واضح. وسيدة سورة عود معك أيضا، والسنوسي طلب أيضا أن تعيد المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في قضيته، فهل يمكن من الناحية القانونية تغيير مسار القضية بطلب من المتهم؟ المتهم قدم استئناف امام المحكمه الجنائيه الدوليه، وقدم ايضا التماس اخر، ولكن المحكمه لم تستجب. لان هنا الفرق بين المحكمه والمنظمه. المنظمه تستقي المعلومات من المتهمين الذين نحن تعودنا طوال ربع قرن الآن في التحقيقات أن كل متهم عندما يصدر ضده حكم أنه يدعي بأنه تعرض للإكراه، يدعي أنه لم توفر له كافة الضمانات. هذه الأمور تحتاج إلى دلالات، إلى أدلة، إلى براهين، لا ليس مجرد كلام مرسل يقال فيعتمد ونبني عليه موضوع ونقرر صحته. هذه الأمور تحتاج إلى البحث في ملف القضية، البحث في الأدلة، هل الاعترافات التي وردت أو الإقرارات هنا نقطة مهمة، المتهمين لم يعترفون بالاتهام على الإطلاق في تحقيقات النيابة العامة. عندما يواجهون باتهام ينكرون التهمة، لكنهم يقرون بالكثير من الوقائع. هل هذه الوقائع ساندتها أدلة وقرائن أخرى موجودة في التحقيقات؟ هناك مستندات تدعمها، اجتماعات تدعمها،
تقارير خبرة، تقارير طب شرعي، تقارير فنية أخرى تدعمها. الملف يعج بآلاف الأدلة والتحقيقات التي تثبت صحة ما ورد على لسان المتهمين أثناء التحقيقات وتثبت صحة الادعاء المجني عليهم. هناك نقطة أخرى لم نلاحظها في تقارير المنظمات الحقوقية، نلاحظ دائما التركيز على المتهمين فقط، لكن لا يوجد تركيز على حقوق الضحايا، حقوق المجني عليهم. هل هناك سرعة في التقاضي؟ هل الأحكام كشفت الحقيقة أم لا؟ هل تم التواصل مع أسر الضحايا؟ هل كانت الأحكام عادلة بالنسبة لهم أم لا؟ ماذا كيف يرون سير المحاكمة؟ وثم أن التركيز لا يكون على جميع المتهمين، نجدها يتم التركيز على كبار موظفين النظام السابق فقط، لكن السجون تعج بأشخاص آخرين من ارتكبوا جرائم لا نلاحظ طلب اللقاء بهم أو الاطلاع عليهم. هذه كلها أمور تثير علامات استفهام واستغراب. اسمح لي، الحقيقة كثير من الملاحظات أيضا نلاحظها ملاحظات يتم نسبتها إلى المحكمة، وهي ملاحظات لا يمكن نسبتها للمحكمة، لأن المحكمة تتقيد بصحيح القانون في تطبيق القانون الإجراءات الجنائية الليبي، لأن المحكمة لو خالفت نصوص قانون الإجراءات الجنائية الليبي لكانت أخطأت خطأ جسيما وخالفت القانون وعرضت نفسها للمساءلة أمام إدارة التفتيش القضائي وأمام المجلس الأعلى للقضاء. لا يمكن أن نطلب المحكمة ألا تحكم بالإعدام. الإعدام القيمة والحق الموجودة في المجتمع الليبي تختلف عن القيمة والحق التي تحمى في المجتمعات الأوروبية. لا يمكن أن نفرض على المجتمع الليبي أن تجريم وقايع أو تحديد عقوبات تختلف السياسة الجنائية في ليبيا تختلف نظرتها عن السياسة الجنائية في دول أخرى. واضح سيدة السور، وصلت الفكرة سيدة السور، وعود معك طبعا إن كانت لديك أي إضافة في سياق الحلقة. قبل ذلك سيدة شريف، يعني ربطا مع ما قال سيدة السور من جهة وربطا مع تقرير منظمة Human Rights Watch من جهة أخرى، يعني عدنا أو عاد إلى الأذهان اليوم مسألة تعذيب السجناء سواء أثناء التحقيق أو بعده. هل هناك يعني في هذا السياق إجراءات اتخذتها مؤسسة الإصلاح والتأهيل للحد من هذه الممارسات؟ طبعا نحن بالنسبة للممارسات التي حدثت أو تحدث في سوء المعاملة، عندما تصلنا الشكوى مباشرة نفتح فيها تحقيق ونشكل لجنة للتحقيق في هذه الممارسات ونعاقب من ارتكب هذه الممارسات. وحتى بالنسبة للشريط الذي سرب مؤخرا وكان فيه سوء معاملة للموقوف الساعدي القذافي، تم فتح لجنة تحقيق من قبل المؤسسة ومن قبل أيضا مكتب النائب العام، وتم فصل مدير إدارة شؤون النزلاء عن هذه المعاملة وحمل المسؤولية، تم فصله من عمله، وهذا معروف لدى الجميع وأبلغ به أيضا مكتب النائب العام. فنحن عندما تصلنا الشكوى ونتأكد من هذا الأمر مباشرة نتخذ إجراءات القانونية في هذا في ضد المخالفين. نعم سيد الحر، هل حاولت المنظمة العربية لحقوق الإنسان زيارة المتهمين أو الاطلاع على أوضاعهم داخل السجون؟ أخيرا مع السيد الدكتور التحقيقات، ونحن نحييه على الجهود المبذولة خاصة من مكتب النائب العام، لكن إشكالية التعذيب في السجون الليبية تبقى إشكالية عند نافذي القانون بهذه السجون، ان عدم اهتمام يعمل داخل هذه السجون من ثوار ومن شباب ليبيين هم غير مؤهلين ولا المام لهم بحقوق المتهم قبل واثناء وبعد المحاكمه. هنا الاشكاليه، لذلك ما رايناه في الفيديوهات السابقه التي عرضت للسعدي وغيره، هذه لا علاقه لمكتب النائب العام بها. مكتب النائب العام يقوم بعمله على أكمل وجه، الإشكالية تبقى في الشباب المسيطرين أو العاملين داخل هذه السجون، هم يقومون بالتعذيب. لذلك ننوه على أن هؤلاء الشباب هم بحاجة إلى دورات لبناء قدراتهم في مجال حقوق الإنسان وحقوق المساجين وحقوق المتهمين قبل بعد المحاكمة. المنظمة حقيقة تواصلت مع العديد من أهالي السجناء داخل وخارج ليبيا فيما يتعلق بكيفية محاكمتهم وبعض جوانب القصور
التي تقدموا بها للمنظمة. أيضا المنظمة لازالت تتابع حتى هذه اللحظة بعض المحاكمات التي لازالت تجري، وهنالك بيانات وهنالك تقرير. حتى هذا اليوم كان هنالك تقرير صادر من المنظمة العربية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع الإنساني في ليبيا تحديدا. نحن نتابع مثل باقي المنظمات، على الرغم من أننا وقفنا عملنا نتيجة للانقسام السياسي الحق، نتيجة من الاستقطاع السياسي لدى العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية. لا نشكك في التقارير التي صدرت من العفو الدولية ومن هيومن رايتس واتش، بالعكس هي تقارير يجب علينا الأخذ بتوصياتها والعمل بها، لا للشيء إلا لمعالجة هذا القصور في ملف حقوق السجناء تحديدا. ولذلك نشد على يد مكتب النائب العام وعلى المختصين في وزارة العدل تحديدا بضرورة العمل على تثقيف الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون في واضح الأرض. واضح سيد الحر وسيد السور، واضح سيد الحر وسيد السور. إذن إلى أين وصلت التحقيقات في قضية الفيديو المسرب الذي وضح تعذيب ساعد قذافي؟ هذا الجزء الأول من السؤال. ثم يعني كيف يمكن إذن تحييد طبعا يعني السلطة القضائية عن أي يعني أي ضغوطات أخرى يمكن أن تضر هنا بالموقوفين أو السجناء؟ ما يتعلق بالشريط الذي مسرب بمجرد تسريبه في قنوات التواصل الاجتماعي، تم تفريغ هذا الشريط من قبل مكتب النائب العام وبناء تعليمات السيد المستشار النائب العام، وكلف احد اعضاء مكتب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعه. وفي ذات اليوم الذي سرب فيه الشريط انتقل الى سجن الهضبه واستمع الى شهادة المتهم السعدي القذافي، وكذلك استمع إلى أقوال رئيس شؤون الوزراء بالمؤسسة، وتم التعرف على الأشخاص الذين ظهروا في الشريط، وأصدرت النيابة أوامر بالتحقيق مع هؤلاء بالضبط يوم التحقيق معهم، وخاطبت الشرطة القضائية بجهاز الشرطة القضائية بضرورة إيقافهم عن العمل إلى حين استيفاء التحقيقات. هذا الملف هو محل تحقيق ومحل اتخاذ إجراءات فيه. كل ما تكون هناك شكوى تقدم إلى مكتب النائب العام يتم التحقيق فيها. وهنا لابد أن نعرج على مسألة وردت في تقرير هم أنه طرحت عليه اليوم، أن هناك شاهد أو استمعوا إلى شاهد المحام ذكر بأن أحد الشهود تعرض للمضايقة وأن أحد المحامين تعرض للمضايقة. نحن لم ترد إلينا أي شكوى من أي من فريق الدفاع الذي يزيد عن 40 محامي بأنه تعرض للتهديد أو تعرض للضغط أو الإكراه. بل حقيقة وهذه القضية نقلت عبر وسائل الإعلام وبشكل مباشر، لاحظنا أن المتهمين يقدمون دفاعهم لساعات طوال دون أن توقفهم المحكمة، ولم يقدم أي منهم شكوى بأنه تعرض لمضايقة أو تعرض لإكراه. كون أحد هناك محامين صرحوا وهم محامين مهمين، فريق محامين لعديد من المتهمين الرئيسيين، بأنهم تمكنوا من مقابلة المتهمين أكثر من 15 مرة ولساعات طوال ولم يحصل أي مضايقة. واضح سيد السوء. أي محامي، هذه من ملاحظة مهمة لو سمحتي، لم يأتي إلينا أي محامي وذكر بأنه في حال وجود حارس أن هذا الحارس تدخل في اللقاء، منع المحامي من سؤال المتهم، منع المتهم من إبداء أي أقوال، من إبداء بهذه الفكرة. نصل معك سيد السوري إلى ختام الحلقة، دهمنا الوقت وانتهى الوقت المحدد. إذا نشكركم ضيوفنا عبر الهاتف من نيروبي، كانت معنا في بداية الحلقة الباحثة في منظمة Human Rights Watch حنان صالح، أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس مدير سجن الهضبة خالد الشريف، عبر الهاتف من طرابلس مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام صديق السور، وعبر الهاتف من الخمس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان ليبيا عبد المنعم الحر. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في أمان الله.